ان في بنات كتير بقت صغيره بتاخدني انا قدوه ليهم. يعني انا بحب ندى، الصور كلها بقت ندى، فدي في حد ذاتها ادتني باور اكتر، اللي هو انا بقيت شايله مسؤوليه اكبر، اني ما ينفعش ابقى يعني ما ينفعش ان انا ايه اخليهم ما يشوفونيش بالمنظر اللي هم شايفيني بيه ده. هي ندى كلاعبه عندها القبول بتاع ندى الانسانه اللي قاعده قدامي دلوقتي. انا بعرف افرق ما بين كل حاجه، يعني عندك كاريزما في الملعب برضه. جدا حاجه تانية خالص. طب بابا هيصبح عليك. بابا والله معانا على التليفون اهو، معانا استاذ محمود الاشهر. اهلا بيك يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الفل على حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. احنا بنقول بقى خلاص يعني بالوراثه بطله، لعبة محترمه جدا، واتكلمت على مشاغبات بقى وتدريب من وهي صغيره والكلام ده كله. تمام. القصه كانت صعبه يا فندم كده لما بتبدا تدرب ناشئ صغير بوصف حضرتك بقى لاعب قديم وغاوي اللعبه والكلام ده كله؟ تمام طبعا. هي ندى كانت ليها يعني ليها مكانه عندي ثانيه خالص، وهي كانت ندى ما شاء الله عليها كانت معايا كويسه جدا وكانت مستجيبه، فهي استجابتها معايا كانت الحمد لله ان انا اتحفزت ان ندى توصل لبطولات العالم وان شاء الله هوصلها الاولمبياد برضو باذن الله يا رب. طب صبحي على بابا بقى. بابا صباح ندى. حبيبي صباح الخير يا حبيبي. صباح الفل. طب استاذ محمود، يعني حضرتك يعني لعبت اللعبه وعارف صعوباتها عامله ازاي، ليه حضرتك حببت اللعبه دي لندى؟ كان ممكن يكون في العاب تانية ممكن تكون بالنسبه للبنات الطف من والله انا كنت نفسي ان انا احقق حاجه في البطوله دي، في بطولاتي دايما زمان، بس بحكم المشاغل عندي وشغلي فما لحقتش ان انا اوصل للمستوى اللي انا كنت نفسي اوصل له. ربنا كرمني ساعتها ورزقني بندى، فانا كنت ساعتها عهدت نفسي ان انا اطلع اولادي بيلعبوا تايكوندو. فكانت الاول الندى البكريه هي اللي بدات معايا وكان واخده مني حاجات كتير، فلقيتها بسم الله ما شاء الله معايا كويسه، فبدانا نشتغل معاها واتدرب معاها ووصلها لغايه لما وصلت الحمد لله للمنتخب. يعني حلم حضرتك اتحقق في ندى ولا لسه؟ أنا طموحك الشخصي؟ طموحي الشخصي انا حلمي على طول، يعني دايما ببص لقدام، ربنا يبارك لها ويحفظها من العين. نفسي ان شاء الله لغايه لما توصل الاولمبياد وتحقق حاجه في مصر وترفع علم مصر، زي ما عرف علم مصر في كوريا يا رب. طبعا بنتمنى لها كل التوفيق. ولحضرتك طبعا يعني لانك يعني كنت برضو واحد العناصر المساهمه في تكوين شخصيه البطله اللي قدامنا ندى. اشكرك جدا يا فندم. شكرا جزيلا. الحمد لله. استاذ محمود الاشقر كنت معانا هاتفيا، شكرا جزيلا لحضرتك. بابا بيحلم بالأولمبياد. نفس حلمك؟ طبعا. وأنا للأسف هي كانت أصلا، أنا كنت المفروض أخش الأولمبياد السنة دي، كانت في شهر 10 اللي فات، ما حصلش بس تأهل؟ ما اختاروش ميزاني. أنتوا نادر تأهلوا كفرق ولا كلاعبين بشكل فردي؟ بشكل فردي. يعني أنا اختار، بس عارف اللي هو إيه، مثلا ليك 5 أفراد يطلعوا البطولة، ليك انك تختار فيهم 3.